صباح الخير يا ريم. نعم صحيح ما تقولين، يعني شهر الصيف وشهر العسل انتهى هنا في مدينة موسكو. الشتاء يحل مرة واحدة، درجات الحرارة الآن تقترب من 5 درجات مئوية فوق الصفر، لك أن تتخيلي ريم المشهد الآن هنا في المدينة. على العموم يعني فعاليات كثيرة ترافق بداية الخريف في البلاد. طبعا الأمس كان هناك يعني مهرجان كبير للدراجات الكهربائية التي أنهت عروضها الصيفية، قرابة 10,000 دراجة كهربائية تجمعت في وسط المدينة، وتم خصيصا لهذا الموضوع إغلاق معظم الطرق الرئيسية لتخرج تلك الدراجات بحلة جميلة. طبعا رسمت مشهدا وطمست معالم المدينة بأصواتها بأشكالها بالفعاليات التي رافقتها، لكن طبعا هو احتفال معتاد يقام يعني يقوم به محبو الدراجات النارية كل عام. ريم، نعم، وما هي قصة المجمعات التجارية مع دخول فصل الخريف؟ يعني المجمعات التجارية هي تلعب الدور المحوري في شكل الخريف في البلاد. طبعا يعني حلتها الجديدة تم صبغها وتصميمها ووضع فيها نماذج وهياكل يعني تدل على قدوم فصل الخريف. يعني هذا الذي يظهر الآن لنا في الصورة هو مجمع قوم وسط العاصمة موسكو بالقرب من الساحة الحمراء. طبعا الكثير من أوراق الشجر الصفراء ملأت طبعا أطرافه، بالإضافة إلى طبعا شكل المدينة الخريفي أصبح يظهر بشكل واضح في أرجاء هذا المجمع. عبد الجواد، أنا يعني بتذكر إذا رجعنا لموضوع الشتاء وكيف دخل بشكل مبكر على روسيا، أنا بتذكر قبل بعز الصيف يعني بشهر مايو أو يونيو أنت طلعت معنا وكان في ثلوج خلفك، صح؟ في موسكو. صحيح صحيح. نعم صحيح. يعني يعني الصيفية استثنائية يعني في أحد المقاطع الفيديو التي نشرت، يعني بصراحة الموضوع غير استثنائي. يعني في هذه الأجواء عادة في نهاية شهر سبتمبر تكون باردة، لكن يعني المذهل في هذا العام أن الشتاء حل مرة واحدة. عادة يعني يأتي مع استئذان يقوم بالتقديم نوعا ما، لكن امتداد الصيف الحار هذه السنة لوسط سبتمبر جعل طبعا الموقف غريب نوعا ما. ولكن أن تتخيلي شاهدي كيف يبدو المشهد اليوم في موسكو. يعني عادة هذه الحديقة تكون مملوءة بالسكان، بمن يخرج صباحا لاحتساء القهوة أو أخذ كوب من الشاي أو يعني شيء من هذا الخصيص، لكن كما تلاحظين المشهد فارغ، بالرغم من أن الساعة الآن في وسط مدينة موسكو يعني هي تقترب من الدقيقة 8:30. لذلك طبعا هذا موقف غير اعتيادي، واليوم هو يوم أحد، عادة ما تخرج الناس للتنزه عند الصباح، لكن هو برد المدينة. برد، نعم.